ورياح تجري بما لا تشتهيه تل أبيب، وما سلمت به واشنطن وأوروبا ترفضه إسرائيل صاحبة الخطوط الحمر هي الأخرى. الإنذار الواضح بأنها ستتحرك أحادياً ضد المفاعلات النووية الإيرانية إذا بقيت خارج المراقبة الدولية الدقيقة، والكلام لوزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس. السؤال هو، هل ستستطيع إدارة بايدن تجاهل إسرائيل وموقفها على عتبة الانتخابات النصفية وفي خضم الغضب والاحتجاج الإسرائيليين لدى الإدارة والكونغرس؟ أم أنها قدمت إلى إسرائيل ضمانات أمنية لترغيبها بعدم عرقلة الاتفاق؟ قد يكون إيال هولاتا رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي حصل على هذه الضمانات بالفعل من نظيره الأمريكي جاك سوليفان خلال لقائهما قبل أيام. لكن في الأثناء يبدو أن إسرائيل ستبقي على سياسة الألف جرحى، الضربات المجهولة، الاغتيالات، التخريب، ولن يقيدها أي اتفاق مع إيران، وهي غير ملزمة بحسب تأكيدات رئيس وزرائها يائير لابيد لبايدن، شولتز وماكرون أيضا. هل يعني ذلك أنها لا تريد الاتفاق النووي؟ لا، بل هي تحتاجه وإن وصفته بالسيء. لماذا؟ يأخذنا شق الإجابة الأول إلى بني غانتس وتأكيداته على ضرورة استعداد إسرائيل لشن عملية عسكرية. الاستعداد الشق الثاني يعني الجاهزية التي لا تمتلكها تل أبيب حالياً وأيضاً لن تمتلكها قبل 3 سنوات، وهذه تقديرات إسرائيلية بالمناسبة. فهل تتزامن الجهوزية مع تاريخ انتهاء الاتفاق النووي 2025 من باب الصدفة؟ ربما. بالطبع إسرائيل اليوم لديها القدرة على الاستهداف كما ذكرنا بسياسة الألف جرح، لديها كل الأدوات، التجسس التقليدي وصور الأقمار الصناعية لجمع البيانات، وأيضا هي نفضت الغبار عن خططها العسكرية السابقة التي وضعتها في 2015 لمنع دخول طهران النادي النووي لتعطي الأولوية شبه المطلقة للسلاح الجو هذا العام بميزانية 1,700,000,000 دولار، غير أن الجاهزية للتدمير لا للتخريب المحدود تتطلب أكثر من ذلك بكثير. لماذا؟ لحظة أخذ القرار الإسرائيلي الأحادي، فنحن نتحدث عن سلسلة ضربات ممتدة ولأيام، ونتحدث أيضا عن مسافة 1,700 كيلومتر. أهم ما يجب أن يتوفر لدى تل أبيب هو التزود بالوقود جوا، أي طائرة KC-46 الأمريكية، وهي لن تحصل عليها رغم سعيها لتقديم موعد الاستلام من واشنطن قبل 2025. صدفة أيضا؟ ربما. من هنا يمكن فهم أبعاد التوتر الأمريكي الإسرائيلي الذي يؤكده الطرفان، توتر في وقت تعيشه تل أبيب وبشكل غير مسبوق صراعات وانقسامات على أعتاب انتخابات 5 الأول من نوفمبر المقبل، نوفمبر الحاسم أيضا بالنسبة لإدارة بايدن.